ذكرتهم من جديد بغصة للآلام والانتقام من قبل الدولة التركية لحق المرأة المناضية والمتحررة والريادية. ندين ونستنكر مثل هذه الجرائم الشنيعة، وكما نطلب مؤسساتنا المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان، القيام بواجبهم والوقوف أمام هذه الجرائم. وأن كلما تجددت هذه الذكرى جددت في أنفسنا روح الشجاعة والمقاومة، وأن اليوم أهالي مدينة عين عيسى أتوا من كل صوب وملأوا الشوارع ورفعوا صور الشهداء ولافتات ليقولوا كلمتهم وبصوتهم المجلجل، وتصرخ وتهدر بصوت الحق والكرامة بوجه الطاغية التركية.